السلام عليكم الله وبركاته. اهلا بكم في اوبن ستريت كونسبشنز. دي جزء من نفرة القاهرة، وممكن انت بتحمل تحمل الطرق، بس انا فضلت ان انا محملش الطرق زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. طيب ممكن اجي بعد كده اقول له انا عايز ارسم مثلا روت، فاقول له مثلا عايز ارسم طريق اهو بالشكل دوت. هو بياخدها من اوبن ستريت ماب جاهزة، لو انت عايز تقول له استوريت الطرق اللي موجودة فعلا في المكان. ممكن نقول له احنا عايزين برضه طريق تاني، نبدأ نرسم بقى الطرق اللي احنا عايزينها. تبدأ تختار بقى الروت كلاس بتاعتك، تمام زي ما انت عايز. وبتختار الروت تمبليت، ولو عايز تغير في الخصائص مجرد بس تعمل سيلكت على الحاجة هيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها، النيم والستيتس والستارت وكل الخصائص اللي انت عايزها. وهتلاقي تحت برضو تقدر تعدل، اهو بديك زي بروفايل تقدر تعدل منه. هتقدر تعمل سيلكت على الحاجة وتقدر تعدل فيها بحيث تكون زي ما انت عايز في التصميم بتاعك. طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز اعمل ايه بريدج، هتقول له مثلا عايز ابدا البريدج، تختار الحاجه اللي انت عايزها من هنا لهنا، فهو اوتوماتيك بيحولها لك لكوبري وبيبدا يوريها لك بالشكل دوت، بيقول لك اختار البريدج والحاجات دي كلها. ماشي، اقول له انا عايز اعمل روتيت اهو، ده حول لي الجزء ده لكوبري وجاب لي الحاجات العناصر بتاعتها اهي، تمام. اقول له انا عايز اعمل سيلكت للعناصر ديت، وتقدر تعمل لها تغير فيها موف، وتقدر تعمل لها روتيت حسب التصميم بتاعك، لان ممكن يكون مثلا في حاجه مهمه موجوده هنا، فتقدر تعدل التصميم زي ما انت عايز. تقدر تعدل في الحجم بتاعه والزاويه وكل اللي انت عايزه. تقدر تغير الزاوية بتاعته وتغير الخصائص بتاعته زي ما انت عايز كبريدج. مع العلم ان البرنامج ده اوبن رود كونسبشنز، ده مختلف تماما عن الاوبن رود ديزاينر، وان شاء الله الاثنين نشرحهم مع بعض في الدروس القادمة. هما الاثنين سهلين بس محتاجين شغل، لان ملهمش شرح لا بالعربي ولا بالانجليزي. الله المستعان.